ان علماء بريطانيون اعلنوا ان دراساتهم للوثائق تعود الى 3500 عام مضت، تشير بما لا يقبل الشك الى ان اصول الطب الحديث تعود لمصر القديمة ولا تعود الى ابقراط واليونانيين. واكتشف باحثون في احد المراكز المتخصصة في الدراسات البيولوجية مدونات طبية على ورق البرد، دي يعود تاريخها الى 1500 سنة قبل الميلاد. بتقسم الخريجون الى قسم طبي قبل ممارستهم الطب، او يعني بتؤكد الى تفوق المصريين في الطب في هذه الفترة الزمنية. لما نتكلم عن الطب عند قدماء المصريين على طول هيجي في دماغنا الطبيب ابن حطب، اشهر طبيب في مصر القديمة، اللي كان سياسي ومهندس معماري ومزيد من الطب عند قدماء المصريين. طالما هنتكلم عن الفراعنة وعن قدماء المصريين والتاريخ المشرف واللي بيدينا دايما امل في مصر بكرة، لازم يكون معانا الاستاذ بسام شماع الباحث الاثري وكاتب المصريات. برحب بيك على هواء القاهرة الكبرى استاذ بسام، اهلا بيك معانا. اهلا وسهلا بكم جميعا وبشعب مصر الجميل. يعني المصري القديم الحقيقة تفوق في عدة مجالات، وتكلمنا قبل كده عن مجال الفلك بشكل مستفيض، لكن كمان مجال الطب. انا اتذكر احد البرامج التلفزيونية كنت شفتها من فترة وقالوا ان احد الجماجم في المصرية وجدوا فيها ان كان اجراء عملية في المخ، عملية دقيقة جدا استطاع المصري القديم ان يجريها في المخ. كلمنا الطب عند المصري القديم استاذ بسام. الحقيقة لما نيجي نتكلم عن الطب في مصر القديمة على طول نتذكر ان احنا اول حضارة اطلقت لقب طبيب. يعني قبليكي ما كانش فيه في علم الكتابة على حد قراءاتي المتواضعة فكرة ان انت يبقى ليك اسم ولقب بل وتخصص. وهنا اهمية الامر اللي انبهر به اليونان، لما اليونانيين دخلوا مصر قالوا لديهم طبيب لعلاج اوجاع الرأس، لديهم طبيب لأوجاع الأسنان، لديهم طبيب لآلام البطن، لديهم طبيب لآلام العيون. يعني كان في تخصص لكل جزء كده في الجسم، طبيب متخصص ليه. ده احنا عندنا هنا بقى فكرة الطريقة التوضح في مصر القديمة، وده ممكن يكون اللي علم العالم فكرة التخصص. ولكن عندما نتكلم عن الأطباء عايز يعني نفجر لكم مفاجأة تاريخية، لأن أول طبيب موثق في العالم طبيب مصري اسمه حسي رع. حسي رع ده غير ام حطب؟ غير ام حطب. ام حطب. حسي رع. هو اول طبيب موثق، يعني احنا متاكدين بما لا يدع مجالا للشك ان هو كان موجود. ليه؟ عارفين الكلام ده ليه؟ متاكدين ليه؟ لان له اثار وجدت منحوت عليها اسمه واللقب والمهنه بتاعته، بل منحوت عليها شكله، بل اسم بتاعه وملامح وجهه في مراحل مختلفة من حياته. يعني سايب لنا السي في بتاعه كده اهو بكل المراحل، وهو شاب ولما كبر ولما كده. ووجدنا، وبالمناسبة اللي عايز يشوف ده كان بقى في انهي فترة زمنية، يعني حقبة زمنية. انا اللي عايز يشوف حسي رع دلوقتي يخش المتحف المصري في التحرير ويخش شمال، اول اثر على يمينك هتلاقي فاترينا فيها ثلاث الواح حجريه بترجع الى الدوله القديمه. يبقى انت بتتكلمي في 2000 و قبل الميلاد، يعني بتتكلمي في 4000 سنه ونص على الاقل كان لديك طبيب اسمه حسي رع، وكان سونو بالهيروغليفي يعني طبيب. خدي بالك بقى العجيب في الامر في هذا الحسي رع، ان هو كان طبيب اسنان، يعني كمان في يعني اول تخصص كان ظهر هو التخصص كده. الاسنان بالظبط كده. ووجدنا ان المصر القديم كان بيعاني زي ما اي حضاره في الدنيا بتعاني، زي ما احنا بنعاني دلوقتي من اوجاع الاسنان زي الطبيعي يعني. ولكن انت عارفه ان المصر القديم ما كانش عنده سكر، لم يكن قد تعرف على السكر الابيض ده اللي احنا بنحطه في الشاي وبنحطه في الحلويات وكده. طبعا هو طلع اذكى مننا بكتير المصري القديم، يعني ان هو يتنازل عن فكره السكر دي، ولكن كان يعاني من معاناه ثانيه عجيبه شويه. انت عارفه ان المصري القديم كان بيعمل دقيق وبيصنع من الدقيق الحلوى والفطائر والشطائر،
وكان علشان يحول القمح والشعير والحاجات دي الى قمح كان بيجرشها في رحايات زي رحايا كده. الرحايات دي بعضها كان معمول من الجرانيت. لو انت بتدوري قطع صغيره من الجرانيت بتتنحت وبتطلع وبتخش جوه الدقيق، فلما تيجي تعملي عيش وتاكليه وانت بتاكلي الرغيف ده بياكل معاه قطعة من الجرانيت الصغيرة اللي انت مش حاسة بيها، ولكن هذه القطعة الصغنونة قوي قوي اقرب الى الحبيبات كانت بتساعد في ان هي تبدأ عملية النحر في الاسنان. فتبدأ الاسنان تتنحر وتبدأ تبين ما هو في الداخل او تظهر او تكشف ما هو في الداخل، اللي هو تخش بقى على المشكلة، تخش على الآلام وكذا. فبدأت عندهم ظهور آلام الأسنان بالظبط كده. فتبدأي مثلا عندنا المصري القديم تعامل مع سقوط الأسنان، تعامل معها حاجة اسمها الجوز ديسلوكيشن، دي لما بنقولها للأجانب بينبهروا، اللي هي خلع الفك، فكان يعيد الفك بدون عملية، يعيد الفك المخلوع بدون عملية. دي كانت من ضمن الانبهارات اللي بينبهر بيها دكاتره الغرب لما تيجي نقول لهم احنا من الاف السنين كان عندنا جوز ديسلوكيشن اوبريشنز او عمليه الفك المخلوع. ايضا السن اللي كانت بتقع لاسباب كتيره، منها السن ومنها كذا ومنها كذا، كان بيتعامل معاها معامله عجيبه جدا. كان بيجيب العاج بتاع الفيل، سن الفيل، كان بيجيبه لان كان في سوق بيبيع عاج الفيل في اسوان على جزيره يطلق عليها الان جزيره الفنتين، الجزيره الشهيره في نهر النيل في محافظه اسوان الان. كان هناك سوق لبيع سن الفيل او عاج الفيل. فكان من ضمن الاستخدامات اللي المصري القديم كان بيستخدمها كانت المشاط، كان يعمل من سن من العاج امشاط مشط عشان الشعر، لان كان المصري والمصريه القديمه يهتموا جدا بتسريح شعرهم ويهتموا جدا بدهن شعرهم بالزينة. كانوا بيهتموا بالزينة والتزيين والألوان حطوا نوع من أنواع الحاجة زي كده هو بس بيبقى له رائحة عطرية، كان نوع من أنواع البيست العطري كده هو، نوع من العجينة العطرية. فكان العجيب في الأمر أنه ياخد العاج ده ويعمل منه أسنان استعاضية، يعني كان كمان بيركب الأسنان بالظبط، يعمل عملية تركيب أسنان. وده كمان دلوقتي بتروحي تعملي بورسلين بقد كده، سن البورسلين بغالي عند أطباء الأسنان، لا المصري القديم كان يعملها من العاج، وكان يربطها مع الأسنان الأخرى بسلك من المعدن، اللي هي فكرة ربط السنة بالسنة، زي كده بالظبط الأسلاك اللي أنت بتستخدميها في تقويم الأسنان، سنة وعملية الكوبري والحاجات ديت. ولقوا الكلام ده، تم اكتشاف الاشياء ديت، وحتى انا في محاضرتي مع المؤتمرات الطبيه ساعات بوريهم المنظر ده، فبينبهروا الاجانب والمصريين على حد سواء ازاي المصري القديم وصل لفكره السنه الاستعاضيه. خدي بالك بقى، انا كمان قريت ان في يعني احدى المجلات البريطانيه قالت انه كمان تم اكتشاف اصبع غير حقيقي بجسد احدى المومياوات، يعني كان في عندهم كمان تركيب اعضاء. ده انت عندك بقى فكره ان انت تركبي حاجه مش موجوده في الجسد او فقدت في الجسد. دي كان ليها وجهه نظر كمان تانية، يعني وجهه نظر ان انت تعيش في الحياه اسنانك كامله بدون ما السنه تكون مفقوده. لا، هو بقى كان عنده كمان سبب اخر يجعله يكمل الاسنان في الفم عشان تكون العدد كامل. ايه بقى؟ ان الانسان المتوفى لما يروح للحياه الاخرى يروح وهو عنده كل الاسنان اللي في بقه، تكون كل اعضائه كامله بالظبط كده، علشان لما يروح الناحيه الثانيه استعدادا للحياه الابديه اللي كان من غير ما يبقى عنده وجع سنان ولا سنه ناقصه ولا حاجه. طيب انا سمعت ان كان مع مخترع عقار استوفالدي البروفيسور ريدموند شينازي، اتكلمنا عن لقائه معاك وايه اللي قاله على المصريين وتقدمهم في الطب. تم استدعائي من قبل الدكتور امام واكد، طبعا يعني احنا نحن نعلم جامعة المنوفية ونحن نعلم مؤتمر الكبد ومشاكل الكبد وفيروس سي وفيروس بي، هو ده اللي كان المؤتمر عليه. وهذا المؤتمر حضره حوالي 1000 طبيب، والحقيقة كان مؤتمر منيف لمدة يومين لسه خالص اول امبارح.
وكان لهم ايضا محاضرة سريعة القطعه عليهم في على تحت سفح الهرم بالليل وهو منار ومنظر عجيب جدا تحفة طبعا يعني انبهروا به. وكان المؤتمر ايضا يتكلم عن كلمتهم عن الطب المصري القديم. فبعد ما خلصت المحاضرة كنا بنتصور انا ودكتور ريمون اللي هو مخترع عقار سوفالدي الشهير اللي الحكومة المصرية دلوقتي هتبدأ تعلن عنه بالنسبة لمرضى فيروس سي. ربنا يعافي الجميع ان شاء الله. هي اعلنت بالفعل وبدأوا دلوقتي تسجيل الاسماء المرضى اللي هيتم علاجهم دلوقتي. هايل ربنا يعافي الجميع يا رب وبالشفاء ان شاء الله. هذا الرجل العجيب، هذا الرجل العالم اللي هو الدنيا كلها دلوقتي بقى، يعني خدي بالك العقار ده ممكن من وجهة نظري انا المتواضعة ممكن يساوي عقار للسرطان، لان ده يعني موازي لنفس الاهمية في رأيي انا كحالات الاصابة، حالات الاصابة وكده بالضبط كده سواء بيك او في مصر يعني. بالضبط بالضبط كده. وانا واقف جنبه بقى، شوفي بقى تواضع. اولا طبعا هو معدي قدامنا في الكوريدور اول ما شفناه، راجل ماشي عادي جدا، لا حواليه بقى بودي جارد ولا حواليه عربيات ولا حواليه مش عارف ايه، والراجل ماشي عادي جدا كأي انسان لو ماشي جنبك في الشارع عمرك ما هتلاحظي ان ده الراجل اللي هو اهم طبيب في العالم الان. ادي واحد. اتنين، دخلنا الراجل قاعد عادي جدا بيستمع الى المحاضرة، وبعد كده هو انا بسلم عليه وبيسلم عليا، جاي يسلم عليا بعد المحاضرة، بيدي الموبايل بتاعه لدكتور مصري او لحد مصري علشان هو يتصور بموبايله معايا. شوفي التواضع بقى، شوفي تواضع العلماء العظيم. فالراجل الدكتور بيقول له ايه هنا بقى، دي يا جماعة دي رسالة الى كل علمائنا، كل دكاترتنا في الجامعة، كل مدرسينا، اي بني ادم في صفة عالية، في صفة عالية وظيفية، مدير، مدير عجلة ادارة، دي رسالة لكل دول بقى. فالدكتور المصري بيقول له ايه، انت تستحق نوبل. بيقول الدكتور ريمون البروفيسور ريمون الدكتور المصري بيقول له انت تستحق، هو بيصورنا يعني، انت تستحق نوبل. يرد الدكتور ريمون يقول له ايه، يقول له النوبل المصرية احسن عندي من نوبل السويدية. زيارته لمصر وقعدته في مصر اليومين دول بالنسبة له احسن من نوبل. شايف الجملة عاملة ازاي؟ فاهم ويمكن قاري وعارف عظمة المصريين القدماء في الطب ومقدر ده بالضبط كده. عايز اقول لك كمان انبهروا، يعني الدكتور امام جالي تاني يوم بيقول لي الناس مبهور بايه، بان اول طبيبة في التاريخ كانت مصرية وكانت اسمها بيسيشت. اسمعوا يا بنات مصر، اسمعوا يا سيدات مصر، اسمعوا شوفوا جدتكم الكبيرة بقى، دي جدتكم الكبيرة، هي دي الزوجة المثالية، هي دي السيدة المثالية، هي دي الأم المثالية. مش تروح تختار لي مش عارف مين أم مثالية، لا ده دي هي دي الأم المثالية. طبعا الإسقاطة واضحة ومش هكررها، خلاص عدناها، عدت عدت. كويس، تعال أكلمك على بيسيشت اللي ساب لها، بيسيشت أحسنتي، اللي ساب لها أثر ابنها، يعني ابنها من كتر ما هو مخلص لها بيسيب لها اثر في سقاره في مقبرته هو. ونعلم من وهو الاثر الوحيد لها بالمناسبه، ونعلم من هذا الاثر ومن النص الحجر انها كانت ليست فقط سنويت، ما احنا قلنا سنو يعني دكتور، سنويت ادي تاء التانيث يعني طبيبه. كويس كده، لان تاء التانيث زي ما اتفقنا قبل كده مع حضرتك ان تاء التانيث في الهيروغليفي هي تاء التانيث في العربي. فسنويت سنويت عاديه، دي ان اريت سنويت ورد، هي الطبيبة المشرفة العظيمة. يا سلام، ايه ده الجمال ده، السيدة دي المشرفة على كل طبيبات القصر. الله، ده كمان كان في طبيبات، كان في طبيبات، ده في عدد بقى، ده في جامعة او معهد بيخرج لنا طبيبات 4-3 سنوي. بالتالي اول اختراع او فكر للمستشفى الجامعي كان برضو عند قدماء المصريين، ومستشفى القبلية اللي هي مستشفى الولادة، مستشفى السيدات والممرضات وال بيسموهم في الغرب الميد وايفز، اللي احنا بنسميهم دلوقتي الدايات، داية او يعني كنا بنسميهم الداية. كويس، فانا عايز اقول لحضرتك لما الدكاترة بقى السيدات اللي قاعدين في المؤتمر بصوا لأم واحدة ست من 4-3 سنوي كانت طبيبة وطبيبة عظيمة، فبدأت القصة تختلف بقى، لا دي نظرة تانية خالص.
أما بالنسبة للجهاز الاستعاضي اللي حضرتك أحسنت عندما ذكرتيه، اللي هو إصبع من الخشب منحوت وله امتداد، يعني له إكستنشن، يعني هو الإصبع ده مش لوحده. أنا اللي قريته واللي فهمته إن نمى حواليه اللحم، يعني بدأ يبان إن هو كائن طبيعي. أصل هو بان في مومياء، هما اكتشفوه في مومياء. إصبع المومياء واضحة، والإصبع الكبير عليه لابس كده هو جوه القدم كأنك لابسة شراب. بس الشراب واصل لحد نص او ربع القدم الاولاني، بحيث ان الاصبع ما يبقاش بس هو اللي راكب، لا ده هو اصبع بخشبه من وراه كده هو كلها حته واحده، وبعدين بيتقفل من على اعلى القدم بحبل باخرام بثقوب، يعني زي ما تكوني لابسه جزمه بحبل بشريط، بحيث ان الاصبع ما يطلعش. يبقى في خلال حياتك انت ماشي بالاصبع الاستعاضي ليصبح المصري القديم هو اول من اخترع الاجهزه الاصطناعيه لاعضاء البشر. ده كمان عمل عمليات جراحيه دقيقه في الزمن الحديث، عمليات جراحيه دقيقه. كيف قام بها المصري؟ ازاي كان في بنج؟ ما كانش في بنج، كان بيستخدموا ادواتهم ازاي؟ الحقيقه يعني عبقريه مصريه على اعلى مستوى. نعم، وريتهم منظر منحوت على جدار في معبد كومومبو. مش عايز اقول لك ده عمل ايه، بيعمل ايه بقى في الدكاتره. المنظر ده منحوت مجموعة من الأدوات الجراحية، منها المشارط، منها الميزان اللي هتوزني عليه مقادير الأدوية، جنبيه في حوض صغير عشان ربما يكون هذا الحوض يكون للغسيل اليد الطبيب أو لتنظيف اليد. موجود سبونج، موجود أسفنجة، قطعة من الأسفنجة وقطعة من القماش عشان يتم التنظيف. موجود حاجة اسمها شير زي مقصات اللي مفتوحة، عارفه المقص بتاع الجنايني اللي بيبقى مفتوح وانت تقعدي تدوسي عليه كده ويفتح زي الزنبلك كده. طبيعه المقص المفتوح مش مقفول وانت تفتح، لا ده هو مفتوح كده اهو. بالظبط كده موجود. وموجود ايضا علب، العلب دي بيتحط فيها الادوات، يعني كان في نظافه وكان في هايجين وكان في نظافه للادوات اللي انت بتستخدميها في التعقيمات. ايضا وجدنا هون، عارفه الهون بتاع زمان بيطحنوا بيه حاجه. برافو عليك. وخدي بالك بقى، وخدوا بالكم يا ستات يا مصريات، الهون اخدوه مننا الانجليز وسموه في اللغه الانجليزيه هون. يعني لما تفتحي القاموس الانجليزي هتلاقي كلمه هون هي كلمه هون بتاعتنا. وانت عارفه ان الهون كان من اهم السمات سويات في القايمة عند الزواج، كان لازم يبقى فيه هون في الجواز. هي اللي ونتذكر جميعا قطر الندى لما جت تتجوز، اللي هي بنت خمراوي في الدولة الطولونية، كانت هتتجوز الخليفة العباسي، فهي في طريق بغداد. طبعا اتحضر لها رحلة منيفة لما نكلمكم بتفاصيل مرة عليها، ولكن من ضمن الحاجات الهون. طب ايه يعني هو لازم كده لازم تستني. ده قطر الندى اتحط لها في من ضمن هذه القائمة بتاعت الزواج 1000 هون ذهب. انت كنت بتخشي بهون واحد نحاس. لا هي ذهب. لكن انا عايز افهم الحكمة في انه لازم يكون موجود في القائمة. ده من سمات البيت المصري يا استاذ. يعني هل عشان السبوع ولا يعني لا كان في المطبخ، كان لازم يبقى في المطبخ. ده من زي ما بتخشي حضرتك بالبوتاجاز كده. يعني انا اتذكر انا والدتي في اسكندرية زمان كان عندنا هون في اوضه المطبخ لازم. ده من ضمن لو ست دخلت تزورك صاحبتك ودخلت المطبخ يا عيب الشوم، مفيش هون، يبقى دي مش هتتم. ايه ده جوزك، ايه جوزك بخيل ولا ايه ما جابلكيش ليه هون؟ فخدي بالك، يعني دي كانت من ضمن الطلبات. لكن لكن ده كان موجود في المطبخ. خلينا نرجع تاني على الطب، كيف برع المصري القديم في الطب. ممكن عندنا كمان مجال التحنيط، وهو ده يعني قمة دراسة التشريح. يعني مثلا من ضمن الادوات الجراحية اللي استخدمها المصري، ودي برضو بوريها لهم، وريتها لهم في فيروس في المؤتمر بتاع فيروسي. وريت لهم اداة اسمها بيسموها دلوقتي هم في الغرب كرينيو كلاس. كرينيو اي حاجة كرينيو تبقى الجمجمة او الدماغ. فالاداة فيها شكل مخروطي مدبب، واحد العلماء ان دي كانت بتستخدم في فتح الثقب في الجمجمة علشان يتم استئصال ورم المخ بعيد عنك.
النقطة بقى مش هنا، النقطة الأهم اللي أنت تبدأي تسألي نفسك فيها، هل كان المريض يعيش بعد هذا ولا لأ؟ الناس لما تيجي تدرس الحاجات دي بتدرس عاش قد إيه بعد العملية دي، وأنت بتتكلمي في آلافات السنين لسه ما كانش فيه على رأيك لا في أنواع البنج، هو طبعا استخدم حاجات تانية للبنج لكن ما كانش فيه البنج الأساسي اللي أنت بتستخدميه دلوقتي اللي هو المريح جدا للإنسان ده وفي مدة وجيزة. لكن لو رجعت لك للتشريح والتحنيط هتستغربي لما تعرفي ان من ضمن الاشياء الطريفه في موضوع التحنيط ان الغني، عارفه التحنيط كان طبقات، لو انت غنيه هيتعمل لك العمليه بتاعت الخمس نجوم، لو انت فقيره مش هيتعمل لك نفس العمليه بتاعت الملك. اكيد من ضمن الاشياء اللي كانت بتتعمل في تحنيط الغني كان بيتم استخراج المخ لانه هيضر بالمومياء، لان في سوائل هتضر بالمومياء وهتبوظها، فهم عايزين ينشفوا الجسم بقدر الامكان، فكانوا يزيحوا المخ، يطلعوا المخ يتخلصوا منه، ما يحطوهوش في المقبره. فكانوا يطلعوا المخ ازاي وهم مش عايزين يكسروا الجسد؟ كانوا يطلعوا من فتحتي الانف، من فتحتي الانف او او من الجمجمه من جوه. طيب ده الغني، ده اللي هيتحنط ده غني، اهله يقدروا يجيبوا العملية دي. طيب والفقير بقى؟ الفقير لم يكن يتم التخلص من مخه، العقل يبقى داخل الجمجمة لان العملية دي غالية، عملية استخراج المخ دي غالية، وانت مش قادر تكفي بالحاجة بتاعتك بالماديات بتاعتك. حاجه عجيبه جدا، حتى هم ابتسموا لما قلت لهم ده في المؤتمر، ابتسموا يعني ابتسامه ليها مغزى، قلت لهم يعني في الحياه الاخرى بالنسبه للمصري القديم الفقير هو اللي هيبقى عنده مخ. برضه فكره. يعني تملي بصي على الناحيه العارفه اللي مريحه يعني. لازم نريحهم يعني. لازم نريحهم، واخد بالك؟ لكن هي الحقيقه انا في حاجه عايز اقولها بالنسبه للجسم النساء، انت بتقولي التشريح، انت بصي على ظاهر مهم في التاريخ. من الأجهزة يعني انت عارفه ان المصر القديم سمى اعضاء الجسم بالهيروغليفي تقريبا كلها. تقريبا كل يعني انا بوريهم صور من اول الجمجمه والعين والمناخير لحد المسميات، ده معناه ان هو اعرفهم، ده معناه اتعرف عليهم يعني. فكان بيعمل حاجه عجيبه قوي، كان بيسيب القلب جوه الجسد، يعني ما كانش يشيل القلب، في كثير من الاحيان القلب كان يبقى داخل الجسد. وكان من ضمن الحاجات اللي برضه ثابت كتير كانت الكدنز اللي هي الكلى. كويس، كان بياخد الليفر، كان بياخد الكبد وبيحطه بيحتفظ بيه داخل اواني كانوبيه بجانب المومياء علشان تخش فيكي تاني بعد الايه، بعد الحياه لما تكتمل المره الجايه. لكن كان من ضمن الحاجات اللي كان بيسيبها بيسيب الكلى، وفي ناس بتقول ان هو ما تعرفش على يعني على وجودها في الحته دي او اهميتها او كده، ولكن على اي حال ده كان من ضمن كمان لما سابه، ده كان من ضمن الاسباب اللي تم الكشف عن بويضه للشيسوما، بيسموها كده في علم الطب شيسوما اوفا، اللي هي البويضه بتاعت اللي احنا بنسميها البلهارسيا. وده معناها ان المصري القديم عانى واصيب بالمرض ده واطلق ودرسه ذاكره. خدي بالك بقى، انت ما عرفتيش حاجه عن البلهارسيا لحد لما جاء واحد اسمه بروفيسور تيودور بلهارز واكتشف الاورا واكتشف البويضه واكتشف اللايف سايكل والحياه، الدوره الحياتيه بتاعت البلهارسيا والكلام ده والاصابه بتاعته ده في القرن الماضي. فانت بتتكلمي تيودور بلهارز، لكن المصري القديم من الاف السنين اطلق على هذا المرض بالهيروغليفي، يعني مرض كبير وما ما مش عارف يتعامل معاه ازاي، واخد بالك؟ وبدا ايه يدرسه، فتم اكتشاف هذا داخل احد الانسجه في مومياء، فعرفنا ان المصري القديم تعرف على كذا وتواصل. الحقيقه كمان احنا عايزين ناكد استاذ بسام انه كان المصري زي ما هو تفوق فعلا في مجال الطب، لكن كان عنده المقوله الشهيره
اللي احنا كمان ماشيين عليها درهم وقاية خير من قنطار علاج، فكان عندهم توعية كبيرة جدا بأهمية النظافة وتوعية بالغذاء، يعني كان في عندهم اهتمام حتى في البيرة والنبيذ، يعني في معاهم ارشادات ان الحاجات دي من الممكن ان تؤدي الى هلاك للجسم، فكان عندهم توعية ووعي كبير جدا بالصحة والوقاية. انا يعني الكلام ممتع والحديث لن ينتهي بالتأكيد على القدماء المصريين وتفوقهم، وبالذات لما نكون بنكلم الأستاذ بسام الشماع اللي بيمتعنا بحديث الشيق دائما، لكن إن شاء الله يكون لنا لقاء الأسبوع القادم وموضوع آخر عن قدماء المصريين مع الباحث الأثري وكاتب المصريات الأستاذ بسام الشماع. أشكرك شكرا جزيلا، نورتنا يا ألف شكرا. شكرا، ألف سلامة.